بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الأعزاء، سنوات أولى متوسط، أولياء الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات وللفيزياء. أيضا اليوم جبت لكم نموذج رائع لمراجعة الفرض تاع الفصل الثاني. إذا أول شيء راح نعرض عليكم الموضوع، ثم بعد ذلك نبدأ بالحل النموذجي. قبل ما نبدأ في الحل النموذجي، أولا أحيي جميع الأمهات وجميع الآباء اللي راهم يساعدوا أولادهم على الدراسة. يعني هو مثال جد جد رائع للدراسة. يعني نتمنى للأولياء هذو اللي راهم يساعدوا أولياء أبنائهم التوفيق. إذا نبدأ على بركة الله. هوليك الموضوع. الموضوع اخترته أنا، يعني اخترته من بين التمرينات الأخرى، يعني نقيته من لقيت تمرينات كثيرة. إذا اخترت من بين هذه التمرينات تمرينين ووضعية. التمرين الأول يقول أكمل الجدول بما يناسب. إذا هنا عندكم جدول فيه مقدار الوحدة، أدوات القياس، طريقة أو علاقة رياضية للقياس. عندكم الطول، الحجم، الكتلة، الكتلة الحجمية، الكثافة، ودرجة الحرارة. فقط للعلم أن ما عدا درس درجة الحرارة، كل هذه الدروس موضوعة على قناتي بشرح بسيط ووافي. إذا بالتوفيق للجميع. هذا كان التمرين الأول. ننتقل على بركة الله إلى التمرين الثاني. طبعا أتمنى أنكم راح تحاولوا فيه، ثم بعد ذلك تولوا للحل النموذجي باش تكون الإفادة أكثر. التمرين الثاني على الكتلة والكتلة الحجمية. نظمت إحدى المتوسطات مسابقة لتلاميذ سنة الأولى متوسط، وكنت من إحدى المشتركين فيها. أخذت 4 قطع نقدية من فصيلة 4 دينار جزائري مصنوعة من مادة النحاس، وذلك من أجل تعيين حجمها. فقمت بالتجربة المقابلة اللي هي هذه التجربة. وضعت 4 قطع نقدية في إناء فيه ماء. إذا يقول السؤال الأول، كيف تسمي هذه الطريقة؟ عين حجم القطع 4. إذا أذكر الطريقة التي تسمح بقياس كتلة القطع. إذا كتلة القطع بعد عملية القيام تساوي 11 غرام. هل هذه القطعة مصنوعة من مادة النحاس؟ علما أن الكتلة الحجمية للنحاس تساوي 98 غرام على السنتيمتر المكعب. ثم أخيرا، عند رمي القطع النقدية في الماء تغوص. ما سبب ذلك حسب رأيك؟ إذا كان هذا هو التمرين. ننتقل على بركة الله إلى الوضعية. إذا هيلك الوضعية على الدارة الكهربائية. إذا أتمنى أنكم راح تحاولوا فيه، ثم بعد ذلك تولوا للحل النموذجي. كان هذا كله هو الموضوع تاع اليوم. إذا أقول لكم جميعا بالتوفيق. إذا راح في آخر الفيديو راح نعرض عليكم صور هذا النموذج. أقول لكم بالتوفيق مرة أخرى. نبدأ على بركة الله في الحل النموذجي. نبدأ مع أول تمرين رقم 1، يقول أكمل الجدول. إذا عندي المقدار الفيزيائي هو الطول. إذا الوحدة تاع الطول كما نعلم هو المتر. إذا نكتب هنا في الحل المتر، نرمز له ب ام مينيسكول هكذا. ثم بعد ذلك ما هي أدوات قياس الطول؟ طبعا هناك عدة أدوات، نختار منها نقول الشريط المتري. إذا نكتب الشريط المتري. ممكن أضيف، ممكن أكتفي بهذا الجواب. نقول أيضا المسطرة، القدم القدوي، القدم القنوية. ممكن أضيف هنا القدم القنوية إلى غير ذلك، يعني حسب الجسم. الآن الطريقة أو العلاقة الرياضية للقياس. الطريقة هي يتم قياس الأطوال بالأداة المناسبة لكل طول، حسب طول الجسم. إذا كان مثلا هنا الشريط المتري، ممكن نستعمله في حساب أقياس مثلا أطوال
الباب، الجدران، المسطرة نستعملها مثلا لقياس الأوراق أو الكتب إلى غير ذلك، القدم القنوية نستعملها في أقياس أشياء صغيرة جدا. إذا نكتب نجي على بركة الله إلى الحجم اللي نرمز له بالرمز V. طبعا الوحدة الدولية للحجم هي، إذا نكتبها، هي المتر مكعب. إذا نكتب هنا المتر مكعب، نكتب بين قوسين متر والثلاثة، هذه هي معناتها متر مكعب. نتابع مع أدوات القياس، شوفوا معي الآن في أدوات القياس تاع الحجم هناك ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان الجسم تاعي سائل، مثلا أي سائل حبيتوا تقيسوا الحجم تاعو باش نقيسوا، راح يتم قياسه بأواني زجاجية مدرجة مثل البيشر. بيشر تعرفوا كلكم البيشر، هو مثل هذا النوع، إذا هو مدرج. الآن طريقة كيفاه راح ندير، راح يتم القراءة شقوليا مع مستوى الحر للماء. لازم نشوف هنا العين، هنا العين كيف راح ننظر، راح ننظر شقوليا باش نقرأ التدريجة اللي وصل ليها السائل. مثلا إذا قرينا وصل إلى 20 مليلتر هكذا نقول أنه الحجم تاعو 20 مليلتر. ثم بعد ذلك إذا كان الجسم، الآن الحالة الثانية، إذا كان الجسم الصلب تاعي، الآن كان في الأول مسائل دوكا صلب، من في الصلب كان شكلين، الصلب ذو شكل منتظم، مش معناتها ذو شكل منتظم، يعني عنده شكل هندسي مثل المكعب متوازي المستطيلات. هنا بماذا نقيس؟ نستعمل طريقة الحساب الرياضي. وش معناتها طريقة الحساب الرياضي؟ إذا راح نطبق، عندي مكعب له الأطوال تاعو كامل متساوية، إذا الحجم راح يساوي أ في أ في أ، يعني الطول في الطول في الطول، الضلع في الضلع في الضلع، ثلاث مرات الضلع. أما إذا كان الشكل تاعي هذا هو المقرر عليكم، شكلين المكعب أو متوازي المستطيلات، هنا عنده الطول ال ماجيسكول، العرض تاعو ال مينيسكول، والارتفاع اش. هنا في هذه الحاله راح اطبق العلاقه الرياضيه فوليوم او الحجم يساوي الطول في العرض في الارتفاع. طبعا الوحده ما تنساوش تخرج لكم يا اما سنتيمتر مكعب او متر مكعب. الان الطريقه الاخيره، الان اذا كان الجسم تاعي صلب ولكن ما عندوش شكل منتظم وشكل كيفي، هنا راح نستعمل ما تسمى طريقة الغمر. وش معناتها طريقة الغمر؟ وش ندير؟ نقوم بغمر الجسم داخل سائل، داخل إناء مدرج، نجبد إناء مدرج فيه سائل، ونشوف القيس تاع الحجم السائل قبل ما نرمي عليه الجسم الغير منتظم. ثم بعد ذلك، بعد أن ندير الجسم داخل الإناء، راح أتحصل، شوفوا معي مثال بسيط، هنا كان الإناء قبل أن أوضع الجسم الغير منتظم 20 مليلتر، بعدما وضعت الجسم أصبح 40 مليلتر. هنا كيف راح نحسب الحجم تاعو؟ راح نستعمل علاقة V تساوي V2 ناقص V1، يعني الحجم بعد الوضع اللي هو 40 ناقص 20. هنا وش راح يمدلكم؟ الحجم تاع الجسم تاعي 40 ناقص 20 راح يمد لكم 20 مليلتر. إذا الحجم الجسم تاعي الغير منتظم 20 مليلتر بتطبيق هذه العلاقة. أتمنى فقط أن يكون واضح. نتابع المقدار الثالث. إذا قلت المقدار الثالث وهو الكتلة، لاماس أم، نرمز له بأم. الوحدة تاعها هي الكيلوغرام، طبعا راني نقول الوحدة الدولية. إذا أدوات القياس، طبعا أداة القياس تاع أي حساب أي كتلة هو الميزان بشكل عام. ثم بعد ذلك كاين عدة أنواع في الميزان، كاين إلكتروني، كاين الميزان ذو كفتين إلى آخره. المهم مثال، نقول مثال الميزان الإلكتروني، الإلكتروني وما هو، وهو يستعمل كثيرا في البيوت تاعنا لقياس مثلا الدقيق او القمح او غير ذلك او السكر.
الآن ندخل في طريقة الطريقة، كيف ذلك؟ إذن في طريقة تعيين الكتلة أو حساب الكتلة هناك نوعين أيضا. احنا عندنا باش نقيس أي كتلة جسم ما، عندنا هناك نوعين من الأجسام، كاين الأجسام الصلبة والأجسام السائلة. إذا الأجسام الصلبة يتم وزنها باستعمال الميزان المناسب. أما الأجسام السائلة واش راح ندير؟ ما نقدرش ندير سائل فوق الميزان، واش ندير؟ إذا كان الجسم سائلا يتم وزن الإناء وهو فارغ، أولا نزن الإناء وهو فارغ، بعدها نوزن الإناء مع السائل، ثم نطرح وزن الإناء وهو فارغ من الوزن الكلي إناء زائد سائل. أتمنى فقط أن يكون واضح، يعني نوزن الإناء وهو فارغ، ثم بعد ذلك أزن الوزن الكلي لإناء زائد سائل، ثم هذا الوزن تاع إناء زائد سائل أطرحه من أطرح منه وزن الإناء وهو فارغ. أتمنى فقط أن يكون واضح. نجي للمقدار الرابع وهو الكتلة الحجمية. إذا الكتلة الحجمية هو مقدار فيزيائي نرمز له برو. إذا الوحدة تاعو الكتلة الحجمية هي الكتلة على اللتر، عفوا هي الكيلوغرام على اللتر، هكذا، أو ممكن هذه الوحدة الدولية، ولكن في التمرينات نستعمل دائما الغرام على سنتيمتر مكعب. ثم بعد ذلك أدوات القياس. طبعا نعلم أن العلاقة الرياضية التي تربط الكتلة الحجمية بالكتلة والحجم، نعلم أن رو تساوي الكتلة على الحجم اللي هي ماس على فوليوم. الآن أدوات القياس، أدوات القياس هي نستعمل الميزان، طبعا عندنا الميزان لحساب أو لقياس الكتلة، الكتلة طبعا كما شفناه من قبل، ونستعمل إناء مدرج لحساب الحجم، الحجم أو نستعمل في الحجم علاقة رياضية إذا كان الجسم منتظم، أو علاقة رياضية. أتمنى فقط أن يكون واضح. هنا فقط العلاقة الرياضية هي رو تساوي أم على في. طبعا لا أعيد الطريقة، حساب الكتلة شفناها من قبل، حساب الحجم شفناها من قبل، نتابع. إذا عندنا الكثافة نرمز لها بي دي. إذا هنا ليس لها وحدة، إذا نقول ليس لها وحدة، ما عندهاش وحدة، ما عندهاش سنتيمتر ولا كيلومتر ولا متر، ما عندهاش وحدة. الآن تحسب بالعلاقة الرياضية التالية، احنا عندنا أن رو تاعنا اللي هي الكثافة تساوي الكتلة الحجمية، الحجمية للمادة على الكتلة الحجمية للماء. هذه هي العلاقة تاع التي يتمدنا الكثافة. طبعا ما نساوش أن الكتلة الحجمية للماء دائما ماذا تساوي؟ للماء ماذا تساوي؟ تساوي دائما تساوي عفوا تساوي الواحد دائما. طبعا ما نساش غرام على سنتيمتر مكعب، هذه هي الوحدة تاع الكتلة الحجمية تاع الماء. الآن الطريقة، نقول يتم تصنيف المواد الصلبة والسائلة كالتالي. كيف أصنف أن هذه المادة صلبة أو سائلة، أو كيف أصنف أن أيضا شيء آخر؟ شوفوا معايا، راح نستعملوها في الكثافة، أننا نشوفوا هل الجسم مغشوش أو لا. مثلا الزيت هل هي مغشوشة أم لا، الذهب هل هو مغشوش أم لا، راح نشوفه في التمرينات. الآن عندي حالتين، إذا كانت الكثافة اللي حسبناها إذا كانت أكبر من واحد، نقول أنها أن الجسم التاعي سيغوص، إذا تغوص في الماء، أن هذه أن هذا الجسم سيغوص في الماء. أما إذا كانت كثافتها اللي حسبناها أصغر من الواحد،
فإنها تطفو على سطح الماء. أي جسم كي نحسبوا له الكثافة تاعو نلقاوه أكبر من واحد، فإن هذا الجسم يغوص على سطح الماء. أما إذا كانت حسبنا الكثافة تاع الجسم تاعنا ولقيناه أقل من واحد، 0.1، 0.2، 0.88، نقول أن هذا الجسم سيطفو على سطح الماء. إذن أكتفي بهذا القدر مع التمرين هذا، لأنني راجع لكم تقريبا كل الدروس تاع الكتلة، الكتلة الحجمية، الكثافة والطول والحجم. إذن بالتوفيق للجميع، سلام الله عليكم، إلى الملتقى إن شاء الله مع حلول التمرينات الأخرى بإذن الرحمن. سلام الله عليكم.